كفايه بقى اذا كنتوا انتوا ما زهقتوش احنا عرفنا ما زهقنا. اول اسم يحط ايده ايمن وخلاص وهيمشيه ومش عايزه ومش عايز عبد الله جمعه ومش عايز مجبولي الناس مكتوبه. نيجي بقى في الناس اللي بتاع اولا يا جماعه اللي بالك بقى بساس الترجاني زادت عن حدها. انا اللي شفت ساسي ولا اعرف ساسي غير ان هو لاعب كان في منتخب بلده وجاب جول في كاس العالم ماتش الجزائر وبيلعب في النصر الصاوي عشان اعمل اقرا وساسي اختلف وانا شفته واحنا قعدنا معاه. ده انا قاعد مع السيد تركي الشيخ بنخلص بعض الموضوعات فكان في احد الاعلاميين بيقول لي في ولد اسمه كذا بيلعب في النصر الصعود. فانا بقى بقول له ايه؟ ما تدينا اساسي ده. هو خلي بالكم دافع فلوس روس الكام مستشار تركي الشيخ وفلوس الراجل امبارح اللجنه انها دخلت في حسابه في سويسرا خلاص. تلعب في السعوديه على سويسرا. ما بناخدش حاجه في اليوم. ما بيتقالش علينا عصابه وبنرجع تاني نقول له احبتنا والنبي يرجع يرجع عليا يرجع عليا ما عندناش الكلام ده. انا لو قال عليا عصابه مش هسكت. واللي اتقال عليه عصابه ويسكت يبقى على راس البطل. واللي طلع بيان يقول في قناه الاهلي مالهاش علاقه بينا يبقى بيهزر. لان كنت بقول قناتين مش بالكلمه لكن خدنا خمس ايام هنا وخمس ايام هنا لمده ثلاث ساعات او ثلاث ساعات ونص وقلت تعبر عن الزمالك.